يا اهلا وسهلا بشباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم لعبه جديده، لعبه بنش. طبعا اللعبه قديمه معروفه، يعني لما تعمل المدينه او القريه، لعبه شلون تقول مال بناء قرى وهاي السوالف، فالشغل كلش جميل. يعني لعبه هاده ما بيها داخل راس، كلش حلوه. يعني شفت لعبه سابقا، وانا ساعه لعبه ما تلاخ، باقي حبيت اشارككم مقطع فيديو واحد او اثنين واسوي سلسله ان شاء الله بالمستقبل. بكت احاول اوصل 1000 مشت او 1000 مواطن بالقرية مالتي. انا عندي تقريبا 19 و10 10 مواطنين. هذا العالم مالتي، سويت تقريبا وين تقريبا البارحة بس ما لعبته. يلا خلونا نبدا. اول مرة شو نسوي؟ نسوي مزارع. ما عندي مشاكل بال نسوي مزرعة صغيرة هنا، ومزرعتي مشي الوقت. احتاج تقريبا 4 عمال. بعدين شو نسوي؟ نسوي بيوت، يحتاجون بيوت هنا. يعني السماء عندي كل السكان مالتي من دون بيوت، ما اسوي كم بيوت، يعني 5 بيوت اعتقد كفن. سوى الطرق المهمية، الطرق كلش مهمة. سرعة الوقت شوية هنا على 5 زين. نشوف الموارد مالت الخشب جاي يقل، نخلي العمال مالت بناء اثنين كافيين، اثنين كافيين. يعني شوف كلش كافيين، ولعبة كلش حلوة، يعني هادئة تقدر تستمتع بيها براحتك، يعني حالة حال ماينكرافت. ألعاب من التقنية تشبه هيك شيء، بس هي قديمة كلش، يعني أولى. يعني والله ما نكمل هاي، نسوي هم بناء ثاني مرتب الخشب هذا. جبنا خشب، نوقف الوقت مالته، ما نسوي هسه، لكن بدنا البيوت مرة. هسه كان مرتب بعد معازم بيوت، مو متوفر من بيوت كلش. صار استخدام بقي 5 و6 اشخاص مع البيت. سايق من هالبيت ما سويت لا خامس على مود نخلي نامه، ما نخلي نامه. قلت لك فاير وود، فاير وود خشب هاي مالت ما عندي. بطل شوية الوقت، ما ادري شوية نوفر هاي المواد. هذا يريد هذا البيت، نسويه نامه. كاميرا يجي شوف، مش كلش مناسب. هم يستبردون ما عندهم هاي فاير وود حطب. ما سويته مازال، اهم شي يكون شوي صغار مو كبار بداية اللعبة، على مود تقدرون يحصدون الغذاء بشكل جيد. بعدين بداية لازم تركز عليهم شوية صعبة. يعني كل بيوت، كل السكان عندهم بيوت يقدروا يستقرون بيها ويعيشون بيها، بس مشكلة الفاير وود ما عندي. حكيت كم هذا كل شيء يسرع الوقت على مود. شوف شنو المشكلة، خليهم يقصون كم عش أشجار من أشجار مو كلش، يعني خشب ما تقل عندي. نشوف يلا 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 بسرعة يلا. يوفر مواد بشكل متوازن. هذا المنتج الخشب يوفر الخشب ويزرع أشجار على مود، ما يخلي نوعا ما انقراض الخشب بالتالي أشجار، بالتالي ما يصير عندي بعد خشب في المستقبل. وأقدر أوفر مواد كافية للبلد أو القرية. السكان هنا نفتح هذا، خليه يكمل وياه، لأن كلش مهم هذا البيت، لأن إذا تسلك كل الخشب بالتالي ما راح يصير عندك انتاج. بالتالي المدينة والمنطقة مالتك هاي الخريطة كلها تنهار حرفيا. يعني المستقبل اطور نفسه، اوسع هنا من هنا، افكر في اوسع هاي الجهة، لان هاي الجهة شوية بيها المساحة كلش كبيرة. هنا المنطقة غالبية جبال، هاي المنطقة من زينة هاي المنطقة.
هذا المربع اسمه ذاك القليش اخوة اسمنا اوسع عليه ان شاء الله. بس خليكم عنده خشب شوينة عنده مشاكل بالستون ستون ما عندي بس خلي موزر هالأجار والهايب بالستون او الحجارة ستون قليل اوكي هذا اكمل ها واكو هاي ثاني من لازم اسوي هاي مات مزرعة مات او صياد هنا اسوي ايه ما هم المهم هذا بفل لك اكل بالشتاء انا ما يكمل هذا قطع طول كلش خشب ما عندي هذي حزوا للاجار حزوا ليها هسه سويناه خلي بي ثلاثة خلي بي ثلاثة افضل على مود سدوا له هذا النقص شوية تحتاج اللعبة شوية موازنة بين الموارد بحيث ما تخلي موارد عندك ناقص موارد زايد او الخامات هم توفر بشكل جيد لان اذا صارت عندك نقص بالموارد صادك كل شي دمار ساعة تقريبا هتكمل هذا المحصول ما هتخلي دخلنا احنا الصيف إذا كملوا هذا من زين إذا كملوا لي بس موارد قليلة خشبة استقلية عندي ستون زين لو قفوا الشغل ما تلي ستون لا أحد يستخدم ستون خذوا هالأشجار خذوا وياك بس مركزين على شنو على الغذاء ما اسمع صاد يعني زين 600 هذا هو الصيف هو أول شتاء يعني خلص الصيف مالتي هذا أول شتاء راح يبقى عليه تقريبا راكب مالتي زين إذا وصل 600,000 تمام أقدر أتحمل هذا الشتاء سيصير أنا عنده خشب كلش قليل هذا الصيف خليه محزوا له هذا الخشب كله لمود سيطع الوضع ترى ما يخزن بس بالستورج مالت القرية بيوتهم هم يحفظون بها الموارد شوف بس ايش قد عندهم شوف هم يمشيهم جزء يعني يمشيهم شوف بس هيك صار عندي صفر لان استهلكوا ودوا البيوت مالتهم صار كنت كمان مالت السمك خشب قليل بس هاي المول هذا الخشب كله المول اياه هسه بعد مزرعة ثانية لان الظاهر انه ما يكفينا هذا الاكل عشان مزرعة شوية كبيرة ايه بس البس يحصدوليا او يدمونيا بناء ما تكملونه يكون جيد هذا سوى هذا من الصيادة من يسوى خلينا هنا قريب على ابو الخشب وقفة هسه انا بدي اركزوا على هذا البناء عشان يسرع الوقت الشتا دائما يسرع الوقت على مود الشتا دائما ما في شغل بالمزرعة وهاي السوالف لازم في من الشتاء سوى طرق طرق من مهمة ما افتحها هسه بعدين افتحها لمدة مرة اوفر موارد فتحها كمل جيد خلي باثنين عمال هذا هسه شغلة وخلي بعد عامل واحد يكافي شي خلي المول هاي موارد كل المول بعد شو نحتاج نحتاج خشب 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 يبنون هذا همين اوه نحتاج 12 ستون ستون عده واي بس خشب قليل راح اتوسع هالمنطقة هاي المنطقة راح اخليها للخشاب على مود يبني هاي السوالف يبني ال يزرع الاشجار والشتلات وهاي السوالف سداد الطابوق وابني جسر هالمنطقة اشوف هسه داخل حدوده بس ما يقدر يشتغل عليه لان ماكو طريق نهر الجسر هنا اسوي واحد انا مو اقدر اتخذ زرعه
ما كلف هواي، صغير هو 7 ستون، خشب يحتاج هواي بس يعني مو كلش. لك صار عنده 0، لك تقدر هذا الصيف اوفر غذاء كافي على مود انتاج مالته يزيد. عسى وان يعني اقدر اسيطر على هذا الشتاء الجاي. شنو عندي؟ ستورج هون، ستورج كمان عندها ترس فول. سوينا واحد ثاني، خلنا نخلي والله نخلي كنا هنا قريب ما في. احتاج انا احتاج هنا انا او لا نخليه هنا انا اور نو لا 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 خلك الشيء. يلا نمشي نتحرك الوقت. عدل عدل بس خلي شنو هالطابوقة. اشالوها تل كمل. من هذا ترس فول عندي، نخلي عمال انا مين لان ما عنده عمال زايدين، ما عنده عمال زايدين كلهم اشتغلوا. امشي توفر مواد بصورة جيدة شوية، لعبة تحتاج توازن. طبعا مرة توصل تقريبا 200 او 300 هيش على السكان، بس هالمرة لازم اوصل 1000. انا احاول اوصل يعني باخر حلقات او اخر سلسلة او اخر حلقة بيها يعني بالسلسلة هاي ان شاء الله اوصل 1000 مواطن. يعني شغل كلش صعب 1000 مواطن، مو اقوم كلش رسائل لان ما تعرف شو يصير، جزء يصير كوارث ما ادري شلون، بما انه ما عندهم شغل الزراعة وهالسوالف. خليهم لا والله بدت الزراعة مالتهم، خليهم يركزون على شغل مالتهم احسن. اكو شغلة ثانية لازم ابنيها منين؟ ابو الادوات الحداد ابنينا واحد هنا انا اي نعم ما يكون هنا مناسب. عند السكان مالتي بعد عندي 17 واحد، هنا الرقم مالت السكان 17 واحد من يسار، عدد كبير او ناس كبار، والصفر عدد متعلمين، ما عدد متعلمين حد الان اساني. زين جان عمان خلي واحد هنا والثاني خليه على الزراعة، وهذا 6 عدد الاطفال عندي، عندي 6 اطفال حد الان. بس السكان هنا عندي 2 اطفال 2 كبار، 8 سنوات 4 سنة 13 سنة. هذا جايبني بلدك واو 13 سنة وعمره يصيد. شنو هذا؟ فارمر صدق؟ 12 سنة بعد صغير هذا. اوه هذا سمك ايش عمره 15 سنة؟ اوه صدق؟ مزارع عمره 10 سنوات؟ واو وين هذا المزارع؟ لعبة ضربة. لك صار عندي 0 شيء بطل وقت. لك صار عندي 0 يا حبيبي، اعطيكم الجوع هسه وبعد ما واصل الحصاد مالته. بس النمو الزرع مالته ما كامل 70% تقريبا، هذا بعد وقت عمود يركض بس هاي بداية الصيف. هنا كمل نايس كمان اسوي بس موس. خل يجي عند السكان يا الله، خلي 30 عمود ما يستهلك موارد مواطنين، ما عنده موارد ولا انا زايدان مواطن ثاني اقدر اسوي اشغل واحد بيه. هذا خليه ابو الخشب، خلي شويه كثره هيك تعبر الالف، ما اعتقد يقدر بعد بس عسى وان، لان يحتاج شغل هواي الف. شنو اقل شيء يحتاج تقريبا 3-4 من هذا عمود يعبر 1000 بشكل مستمر او 2000 يوصل. نبي تحتاج تركيز كلش، يعني توازن بيها، اذا توازن بالموارد تقدر تسيطر عليها كلش. او اكو لعبة تقريبا جديدة راح يضيفون ان شاء الله راح تنزل عما قريب، نزلت البيتا مالتها قبل شهر، اما مثل بانش تقريبا بس شوين افضل، رسومات افضل، تقدر تدخل تقريبا داخل او تاخذ لك شخصية تقدر تفتر بالمدينة مالتك بالقرية
يعني شي ثاني فد عالم يعني خرافي. تقصر بيها قتالات من حروب، اسوي جيش واسوي قلعة، يعني شي ثاني كلش. ان شاء الله يقولون عاد نزل قريبا بس ما اعرف شو وقت. اذا نزلت ان شاء الله اخذه وش رايكم ان شاء الله. ان شاء الله ينال اعجابكم السلسلة اذا نزلت. انا الصراحة الالعاب بالاستراتيجية والالعاب البناء وهاي السوالف تعجبني، هذا العبها من فترة فترة. ما احب العب اونلاين بشكل يعني احبها، مو احب العب اونلاين بس شوي شد اعصاب ما تكلش. يلا سلموا رجعوا قاموا يحزون هسه 80% زين حصاد مالتي يحزون، لكن بعد ما زايد بس زين. عندي بعد موارد هواي، الصيف راح ينتهي واحد الخريف بس عندي موارد كلش كافيه. يعني تقول تقريبا 80% او 80 70% 60 60 60 اما 60 بعد ما حاصدينه. يعني احتمال هذا الشتاء اوصل لألف، الغداء ما تكون يعني يكون اكثر من ألف. نسيت اسوي مزرعة ثانية مالت الاشجار، اسويها هسه هنا شوي كبيرة، لان الاشجار تحتاج لوقت على ما ينمو الاشجار وبعدين تقدر تحصدها. تقريبا طول تقريبا 4 مواسم او 3 مواسم تقريبا يلا ابدا الحصاد مالته. ظل تخلي بيها عمال يحصدونها ويعتنون يعني يعتنون بيها تقريبا. تقدر تقول ايش يعني، بس يعني تقدر تسوي لها فيك بعدين تخليها هيج تنمو واحدة. اول ما يسوون يدورون اشجار او شتلات تعوفن بعدين. يلا جانا عامل خلنا شغلنا هنا عوفن بعدين ترجع لهم لما يبدا الحصاد مالتهم يكبرون صورة كبيرة كلش. هاي متطق تقريبا لما يطق الجار خشب وغذاء. اشوف اشي طاني كرز حلو جيد، كرز زين. ما احب الاكرز بالحقيقة الصراحة. سوى شارع منه ياسر بيبوب من الحصاد يحصل ما يحصل هذا، هذا يصيد إنه صياد السمك الشمك صيد النبنية سيطر عن قبل بعد ما يحتاجه ترون يفرج بيت وجه بعد. أوكي حلو وصلنا موارد زين. مزارعين تقريبا نحتاج له 11 مزارع بس اوقفها ما اخليه، بس خليه يشيلون شدات ما تكمل شدات اوقف راح نبيع. هون اكل زين عبرنا 1200 1800 يعني شتاء زين راح اقدر ان شاء الله اتحمل ان شاء الله. نسوي بعد مزرعه صغيره مالت حيوانات بالمستقبل لما نسوي التاجر والله. اكو مكان جاهز للحيوانات الحلم حضير كاملة جاهزة ومرتبة دقيقة فر هاي شي المستقبل قبل اقدر انقلهم ما يموتون، لان اذا تخليهم فترة يموتون بالحضيرة مالت التاجر لازم قبل تنقلهم. اخذ تاجر هنا اخلي التاجر بعدين هي كلف مواد وايد هذا التاجر. شو والله هذا 80 ستون 40 ايرون انا نسوي ايرون ها هاي بنود جسر. اوكي خلي موارد لعب احتاج ايرون اخلي مواد ستون هم يفيدني على مود يقدرون يزرعون شتلات مكانه. وهذا فطر هاي المنطقة مالته كلها هاي ستون هاي ذن ايرون هذا ايرون هذا ايرون همين. هذا ايرون همين هذا ايرون قريب همين خوش كمية. بما انه ما عنده سمنجة مالت ايرون وفحم فخلنا نبدأ نسلم هاي الموارد دايما يدورنا
انا ما اخليه هواي ينتج، انا مود ما يخلص موارده كلش، احتاجه عندي بنات هواي الايرون. انا امشي هسه كم سيطرت عليك المواتي، ما عندي حيوان امود اقدر ابني بي او اعتني بي. بس بالمستقبل شوف شلون زرع المنطقة كلها شتلات، هسه بالمستقبل يكبر ويكبر ويحوز دوام، ما يصير اكو تعرف بالاشجار. الطرق هم المهم، الطرق على مود سرع الوقت ومشيتهم كان كلش سريع، بس الوقت هاشتها كلش يلعب النفس. صحتهم مو كلش جيدة يعني، تقريبا أعلى من مقبول يعني، 3 قلوب ونص يعني زينة، مو سيئة كلش كلش. أشوف والله هسه بس نسوي بيوت بالله، عدد السكان يقدرون يتكاثرون بعد، والله عندي 16 18 19 زين. نبني بعد بيتين يعني. واحد هنا أنا. هذا اسوي هنا، هذا ما تبغى تحتاج قد يحتاج مساحة يجي تقريبا، هذا حسب مسافة اللي وقفه هسوونه نعود غير صرف المواد خاصة وياه. خلنا نسوي نبيته هنا أنا. بعد بالمستقبل أكمل وأسوي بيتنا هنا واحد بيتين. يعني عندهم سكان يقدرون يتكاثرون. وقف هذا يعمل بي بعد ما يحتاج. هسه هاي 3 من 1 هنا يكبرون. ما صار عنده عمال زايد. نايس بنخليه. طبعا على الزراعة. شوف بالله. عشان عاوز بس هيك مدن بيوت. طبعا اكو بيوت ثانية تقدر تسوي مين، هذا البيت من طابوق يحتاج هواي ستون، هواي رهن من بس ستون 40 ستون. بس شنو فايدة انه يحميك من الحرائق والسوالف، بيت كلش قوي. اوكي هذا الحداد، هذا السندان مالته، ماكينة الفحم، هم شلون زين جاي يزرعون يكبر الشجر او ليش ايش اسمه هذا، اعتقد هذا الذرة كور، اعتقد ذرة عم تكلم انه كرس بين الشكل ما كرس. بعش عندنا ما كم بيتين والله كمنا زين عمره 20 يعني زين عمارة. سوي طريق بعد اعتقد بيتين، اسوي بيتين يكفني غداء والله، هذا حصاد اعتقد يكفيني. اسوي هنا انا وبعدين اوقفهم اسوي طريق بالمستقبل هيك واحد. بس ما اخلي يشتغلون بس ايش يعني الغذاء ما اقدر اسيطر عليه. طيب عندي بعض السكان بعد عندي اعمار كبار، 10 سنوات 10 سنوات مو 16 18 كاتنو والله يبيهم كبر. اوكي هذول والله يبيهم يعني حتى ما صار عندي سكان بعد، والله صار عندي سكان. طيب خلي واحد هنا بعد، واحد على الحصان على السمك، واحد على الهنتر. اوه جيد بما انه عنده سماوات تقدر تقول جيدة، فجاه يحصلون يزرعون والله. اعتقد بعدهم والله اعتقد يحصلون اجي يحصلون بس ما يكفي. نشوف انا سوي تقريبا هم يعني زبين مني بعد، بس ما تنجح. واحد ما عنده عنده، ليش ما عندك عندك؟ شوف شو سويت صدق كذا زيادة هنا عندي.
لان انا وقفت هذا، فالعامل الزايد اللي ما عنده عمل اعطيني عمل اذا اشتغل والله، لكن ما تقل 800 مو هواي، لازم اعبر الف. وانا عند مشكله سويت بيتي يعني، بعدين هذول ما يحتاجوا موارد، لازم من اوفر الموارد مالت بشكل جيد. زين هذا عندي خشب زين، الغذاء الف الف مشكله خطر، ما عندي انتاج كافي عمود او بزياده على مود اقدر اسوي بعد بيوت. اذا سودن البيتين راح ياخذون مواد هواي. شغل هذا شغله اذا تم بيها همين، حط لهم عامل همين بعد، وخليهم انا دائما بالشتاء استعملهم شنو نمو الموارد، خليه فشون هالمنطقه كذا، هم خلال المنطقة أفضل شيء، لأن هاي بيها طابوك أو مو طابوك شو يسمونه؟ أيرون، أيرون كلش مهم، وخشب أمية. شو نسوي بعد؟ نسوي جسر هنا والله، بس ما يكلف. إيه نسوي واحد هنا، شو عليه؟ وقريب بس هاي المنطقة هنا جبال. عشان مشكلة في المستقبل ما ادري شوف ما اقدر ابني ما اقدر ما ادري هنا انا اقدر المستقبل اذا توسع هنا انا هالمنطقة اقدر اسوي بيها شغلة. والله ما اعتقد مكانه خط مكانه خطأ صحيح. انا فلشي خلا فلشي، لا 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 فلشي فلشي ما عندنا فلشي سووا لي هنا ليش ما يصير؟ ما يصير هنا هنا هم ماتين ما يصير ليش؟ منطقة عالية هنا ده شنو المشكلة؟ مشكلة يا سعد ايه انت تسوي هاي خرب بيس جد ذكي. يلا هسه اسوي له هذا بس هذا تقريبا صار موسميا عندنا ماكو اي او اي نبات حصاد. بدا الصيف هذا الشيء مو صيف هذا سبونج اعتقد سبونج الربيع نقف الشغل بهالمنطقة يركزون على الزراعة، لأن هم دول اكثريتهم يشتغلون مو بالزراعة، فلما بص الشتاء ما عندهم شغل يعزون هاي السوالف، بس إذا تخليهم بعدهم راح يشتغلون على الشغلة ويشتغلون بالزراعة، بالتالي الزراعة ما تنتج بشكل جيد، لازم توفر هاي الشغلة، لازم تركز عليها، عشان الصحة مالت المجتمع تصير قوية كلش، بس زين لعبنا يعني سوينا خوش شغل. يلا لهنا أنا وقف الشغل أو وقف المقطع. نشكركم على المشاهدة واشكر جزيل كل شخص كمل الفيديو للنهاية، لا تنسى اللايك والاشتراك، ونشوفكم على خير، باي.